ولتسليط الضوء على ملف النازحين والمهجرين وكيفية تعاطي حكومة السودان مع هذا الملف في ضوء استمرار معاناة النازحين والمهجرين وتغييب حقوقهم القانونية والمالية، ينضم إلينا أو تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية الأستاذة إيناس زايد. حياكم الله أستاذة إيناس، مرحبا بك. مرحبا بكم ومساء الخير لكم ولجميع المشاهدين. مساء الأنوار. أستاذة إيناس، تقول وزارة الهجرة والمهجرين إن 30 من تموز القادم هو آخر يوم تدعم فيه مخيمات النازحين. السؤال هنا، هل كانت مخيمات النازحين ومنذ انتهاء الحرب على تنظيم داعش تدعم فعليا كما تدعي الوزارة؟ يعني من وجهة نظرنا كحقوقيين وكمتابعين للشأن العراقي وعلى وجه الخصوص ملف المهجرين في العراق، لم يكن في أي مرحلة من المراحل أي نوع من أنواع الدعم الحكومي أو حتى يعني الاهتمام الحكومي بالمهجرين، على الرغم من المطالبات والمناشدات التي قمنا بها نحن كحقوقيين في ظل تردي الأوضاع في المخيمات، في مخيمات النازحين، وأيضا في ظل سوء التغذية والأمراض المتفشية وغير ذلك من المآسي الإنسانية التي حدثت في تلك المخيمات. وكنا نطلب تدخل الحكومة في تلك الأوقات حتى تقوم بحل مأساة هؤلاء النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم بعد تأهيلها، لأنه تم ضرب البنى التحتية ولم تعد صالحة للحياة البشرية أبدا. يعني اليوم نستغرب نحن كحقوقيين ومتابعين للشأن العراقي هذه الخطوة من قبل الحكومة دون أن تطلع في مسؤوليتها الأساسية بإعادة إعمار وإحياء المناطق التي خرج منها هؤلاء النازحين ابتداء. يعني اليوم عندما يطلب من النازحين مغادرة المخيمات، يعني بالطبع هم يريدون مغادرة هذه المخيمات لأنها لا ترقى إلى مستوى المعيشة المطلوب، ولكن إلى أين سيذهبون؟ يعني لابد من أن يكون هناك مناطق مؤهلة ومهيئة حتى يكون او يتم فيها استعاده الحياه الطبيعيه لهؤلاء النازحين، عوضا على ان الهجره او حتى العوده يجب ان تكون طوعيه، ولا يوجد في القانون الدولي ما يمكن ان تستند اليه الحكومه العراقيه بقولها بانه 30 من تموز هو اخر يوم لهؤلاء المهجرين بان يعودوا الى مناطقهم. هذه تعتبر من قبيل التهجير القسري، وهذا الامر مرفوض في القانون الدولي، وهذه يعني ايضا مسؤوليه الحكومه العراقيه بان تراعي هذه المبادئ. ولكن نعود ونشدد، وكما ذكرتم ايضا في التقرير الذي استعرضتموه قبل قليل، بان هناك بعض المناطق التي ذهب اليها النازحين لم تلقى ذات الاهتمام وذات تسليط الضوء من قبل الحكومة العراقية، مثل منطقة جرف الصخر، وهذا الأمر أيضا الذي كنا نناشد به ونقول بأن هناك نوع من التغيير الديموغرافي الحاصل من خلال إيلاء الاعتبار لعودة النازحين في بعض المناطق وإهمال المناطق الأخرى، وكأنهم يريدون لبعض الأشخاص أن لا يعودوا أبدا لمناطقهم، وبعض الأشخاص يريدوا أن يفرغوهم من المناطق التي هم فيها من أجل أهداف استراتيجية سياسية أو ديموغرافية أخرى. طيب، وهذا في حد ذاته انتهاك لحق الإنسان. نعم أستاذة إيناس، يعني موضوع المنحة من عدمها من إلغائها بعد 30 من تموز، هل يعد هذا لربما نوعا من المساومة أو الإرغام للنازحين لإجبارهم على ترك مخيمات النزوح التي لا بديل لهم عنها في ظل غياب عمار مناطقهم وإعادة تأهيلها؟ بالطبع هي يعني هي نوع من انواع، حتى اذا اردت ان تسميها، ابتزاز للمواطنين، لانهم هم بحاجه الى المال الان، وهناك نقص في الامدادات، وهناك ايضا تهديد بقطع الامدادات بشكل كامل عن هؤلاء الاشخاص بعد 30 تموز، وكانهم يقولون بانه هذه فرصتكم الاخيره، اذا لم تاخذوا المال الان وهذه المنحه الان لن تاخذوها لاحقا، وايضا لن تحصلوا على ما اي مساعدات من نوع اخر. هذا هو جوهر التهجير القسري او العوده القسريه، وهذا هو يعني نحن نتساءل اليوم ونتامل بان لا تضطر اليوم يعني او لا تقوم الحكومه بالمزيد من الخطوات التي من شانها ان تعد انتهاك لهؤلاء الاشخاص من اجل ارغامهم للخروج قسريا من اماكنهم، لانه اذا لم يستجب الاشخاص بالعوده الطوعيه اليوم مثلا او حتى بالمده الممنوحه من قبل الحكومه العراقيه اليوم،
ربما سوف ترتقي مستوى يرتقي مستوى الابتزاز او التعامل او التهديد الى مرحله يتم فيها ايذاء هؤلاء الاشخاص بشكل جسدي، وهذا ما نخشاه نحن كحقوقيين. يعني لابد اليوم من ان نقف عند هذا الملف بشكل منطقي، بشكل يراعي اولا مبادئ حقوق الانسان ومبادئ التي نص عليها القانون العراقي ابتداء، والقانون العراقي هو فرض كافة القواعد التي تضمن الحريات والحقوق للإنسان، ولكن للأسف لا يتم إعمالها بشكل الصحيح. الأمر الثاني هو أن يكون هناك فعليا إيلاء لاعتبار هؤلاء الأشخاص عندما يعودوا إلى مواطنهم. لا يوجد أبدا منطق يقول بأن يعود هؤلاء الأشخاص إلى أماكن لا يوجد فيها بنى تحتية، لا يوجد فيها أدنى مقومات الحياة الأساسية. هذه المسألتان المهمتان التي يجب على الحكومة العراقية أن تراعيها اليوم حتى لا يصار إلى تفاقم الأوضاع لاحقا، لأننا يعني لا نريد بعد كل هذه المآسي الإنسانية التي يشهدها العراق، لا نريد اليوم أن نشهد مأساة إنسانية أخرى يكون سببها وأساسها هو الحكومة العراقية التي من شأنها إعمال وإنفاذ القانون في العراق وليس انتهاكه. يعني انتهاك القانون الذي نتحدث عنه اليوم هو ليس من تحت الطاولة، وإنما جاء من الوزارة التي حددت 30 من شهر تموز المقبل موعدا لإغلاق مخيمات النزوح بحسب توجيهات مباشرة من محمد السوداني بحسب وصفها. وهنا السؤال، ما مصلحة رأس الحكومة محمد السوداني بإغلاق هذه المخيمات بهذا الشكل والتسريع بإغلاقها دون معالجة أساسية لها؟ هذا ما ذكرته لك أخي الكريم في حديثي، في بداية حديثي، عندما نتحدث اليوم عن هذه القرارات الفجائية التي كنا نحن كحقوقيين نطالب فيها على مدار 5 و6 سنوات سابقة ولم يتم التحرك بشأنها. اليوم عندما يعطى في فترة 3 شهور لهؤلاء الأشخاص حتى يخلوا أماكنهم ويذهبوا إلى الفراغ، هناك خطط ربما سياسية ديموغرافية أو استراتيجية أخرى بانتظار هذه المناطق، ولكن لا يمكن أبدا تهميش هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا على العيش في هذه الأماكن لمدة طويلة وعلى الرغم من عدم رغبتهم بالعيش في هذه الأماكن وترحيلهم إلى المجهول. يعني لا يمكن أبدا التفكير بهذه الطريقة وكأن يعني هي عصا سحرية ينتقل بها هؤلاء الأشخاص من مكان إلى آخر. لابد أن يكون هناك تفكير منطقي من أجل انتقال هؤلاء الأشخاص بشكل تدريجي أولا. لا يمكن أيضا أن يكون هناك تدافع أو حتى كثافة سكانية كبيرة من الممكن أن يتفشى فيها الأمراض أو يكون هناك نقص في الاحتياجات الصحية أو الغذائية أو ما إلى ذلك. وبالإضافة إلى ذلك لابد أن يكون هناك مراعاة للطوعية لأن يكون هذا اختيار الأشخاص. أستاذة إيناس، هل يعد السوداني مسؤولا مباشرا أمام الأمم المتحدة وأمام المنظمات الأممية المعنية بهذا الشأن وبحقوق الإنسان؟ هل يمكن أن يكون مسؤولا مباشرا عن هذه المخالفة؟ المسؤولية المباشرة اليوم تقع على الحكومة العراقية بشكل الأساسي، يعني لأنها هي المسؤولة أو الممثلة اليوم للشعب العراقي وهي المسؤولة عما يحدث على أرض العراق بشكل عام سواء كانوا نازحين أو المواطنين العاديين. ولكن إن كان هناك أي انتهاكات تحدث من قبل الحكومة فطبعا يمكن أن تحاسب هذه الحكومة على أفعالها من خلال الآليات الدولية، سواء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو حتى الآليات المتفرعة عن الأمم المتحدة أو اللجان المتفرعة عنها. وهذه مسألة أخرى، ويتم المخاطبة ويمكن أن تتم المخاطبة من خلال مؤسسات المجتمع المدني العراقية وأيضا الأشخاص المعنيين بالإبلاغ عن هذه الانتهاكات بشكل عام، بالإضافة إلى التقارير التي تصدر بين حين وآخر من قبل المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة العفو الدولية والهيومن رايتس ووتش. ولكن نحن نتحدث عن اليوم ما قبل الكارثة الإنسانية، لا نريد لاحقا أن نحصي أعداد الأشخاص الذين تضرروا من هذه الكارثة الإنسانية. يعني على سبيل المثال، ونحن يعني أيضا كنا على اطلاع بأنه عندما تم استهداف العديد من الأماكن والأعيان البدنية فيما كان يسمى الحرب على داعش، كان هناك دفن للأشخاص والجثث تحت ركام المنازل ولم يتم في الموصل وفي غيرها، ولم يتم انتشار الجثث ربما لغاية اليوم.
ولا ندري ما هو مصير هؤلاء الأشخاص. يعني هناك العديد من المسائل التي تم تسليط الضوء عليها، ولكن بعد فوات الأوان. اليوم عندما نتحدث عن هذه الكارثة الإنسانية التي قد تحدث، لماذا ننتظرها لأن تحدث؟ اليوم على الحكومة العراقية أن تتحمل مسؤوليتها كحكومة فعلية على الأرض. هي ليست لعبة شطرنج ينتقل بها الأشخاص من منطقة إلى أخرى. هؤلاء بشر وهؤلاء أشخاص يجب مراعاة احتياجاتهم الأساسية، ويجب أن يتم تجهيز الأماكن الخاصة والملائمة للحياة البشرية من أجل عودتهم، تأمين انتقالهم، ومن ثم الحديث عن الخيارات. نعم، إذا كنت ضيفتنا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد، أشكرك جزيل الشكر.